عليكم. السلام خويا بخير، هاني لاباس، كي داير هاني؟ بخير الحمد لله. قربنا شويه من الزيت اليوم، هادشي اللي بغيت تحني اليوم هنايا. هذا الشيء خويا اللي بغينا نطحنوه ان شاء الله، زيتون بلدي ومليح وديال فم العنصر ديال البلاد. ها هو جنه للناس. شحال الطول هنا؟ لا هنا كثر، انا شي جوج طون ونص. جوج طون ونص اللي كاينه، قول خمسه اللي جنه. وبالنسبه للثمن شحال انا عامل فيه انا؟ ها؟ ثمن 18. واش الزيتون ولا الزيت؟ الزيتون دابا شحال؟ الزيتون دابا داير 220 230 بحال هذا، فيه الخضره بزاف. تيعطي 12 ونص. علاش دابا مازال ما تيعطيش؟ مازال ما يعطيش دابا. تيعطيه 16 15. لا هذيك الروميه، هذيك الروميه البلدي ما تيعطيش بزاف، ولكن الزيت ديالو تتكون زوينه. الرومي تيعطي، فهمنا؟ والناس بغاو البلدي، الناس تيقلبوا على شي حاجه اللي زوينه، ماشي بنادم يعطيك فلوسه وتصيفط ليه الزيت وتعطيه حاجه عيانه. خصني انا تنسهر انا على المواطنين وعلى المغاربه كاملين، راهم تيعرفوني الحمد لله. قول النمره ديالك باش اللي بغى شي حاجه. مرحبا، النمره 06 11 87 01 98. نعاودها، النمره 06 11 87 01 98. واللي بغى شي حاجه راه نصيفطها ليه لاي مدينه في المغرب. شوف هذيك الشونتي ديال الزيت، وها هي منها. هاي من هادش هذا هو الاول، هو متلتا هو. واللي بغى شي حاجه مرحبا به، راه نصيفطوا عليه لاي بلاصه في المغرب، والتقليد علينا ما يسالنا، غنصيفطوا ليه زيت زوينه ومليحه، وإلا ما عجبتوش ما يخلصهاش ونزيدكم ثاني. راه تنصيفط الزيت حتى عند الناس عاده تيخلصوها، راه ماشي تنتخلص انا قبل، تتوصلهم السلعه عادي يخلصوا ويذوقوا ويجربوا، وإلا ما عجبتهمش ما ياخذوهاش. والحمد لله ما كاينش اللي رجع لينا شي حاجه، كاع الناس فرحانه بهادشي. الناس راه تيبغيو الحاجه مزيانه، ما يبغوش شي حاجه اللي فهمتيني.